واحنا نتكلم على المجمعات الصناعيه، يعني المجمعين الموجودين مثلا في قنا، في نجع حماد وفي قفط، استثمارات 3 مليار، مصنع او مجمع كبير لصناعه الالومنيوم زي الموجود في شركه مصر للالومنيوم في قنا، كل دي يعني اسس عظيمه جدا للاقتصاد المصري وركائز مهمه جدا. فكرة التعظيم من هذه الإمكانات والاستفادة القصوى منها ده أكيد يعني هو أحد المحاور الرئيسية اللي إن شاء الله هتكون في المؤتمر الاقتصادي اللي كان دعا ليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، وإن شاء الله هو هيكون يعني بمثابة زي خريطة الطريق للاقتصاد المصري، يقدر إزاي إن هو يتعامل مع التحديات اللي فرضت على الاقتصاد المصري زي باقي اقتصادات العالم نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وقبلها الاضطراب في سلاسل الإمداد وأزمة التضخم وقبلهم كورونا، يعني من مطب أو من نقرة لضحضيرة، يعني من حاجة لحاجة وكل عقبة أصعب من اللي قبلها. فأكيد القطاع الخاص، التنمية الاقتصادية، التنمية الصناعية هتكون في القلب من هذا المؤتمر. أنا شايف إن أنتم محتاجين تفكروا ان اخر الشهر ده تعملوا مؤتمر اقتصادي ونقعد كلنا نتكلم فيه ونجيب حتى يعني المتخصصين واللي هم ليهم رأي مخالف معانا نتكلم. انا عارف ان في حوار وطني موجود، لكن مهم قوي والحوار الوطني ده موجود والحوار ده محاور ويبقى فيها، طبعا انا عارف ان فيها اقتصاد، لكن احنا كمان كدولة بنتكلم ومش بنتكلم وبس، كمان عشان مع المستثمرين مع رجال الصناعة مع ده مع ده يبقى فرصة ان احنا بنسمع بعضنا البعض وبنتكلم. فأرجو ان احنا على نهاية الشهر ده كونوا نظمتوا هذا المؤتمر. مؤتمر اقتصادي في مصر عما قريب، وذلك بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لانعقاده في خطوة هامة تعكس اهتمام القيادة السياسية في مشاركة آراء الجميع في قرارات البلاد الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم منذ الحرب الروسية الأوكرانية. الدعوة الرئاسية لانعقاد المؤتمر تولت الحكومة تنفيذها خصوصا وأنها عكفت على الاستعدادات اللازمة وتحديد محاور المؤتمر الذي من المنتظر أن يشارك به العديد من الخبراء والمتخصصين ورجال الصناعة والمستثمرين. ومن المنتظر أن يتناول المؤتمر ملف الصناعة وسبل النهوض به وإجراءات تعميق الصناعة الوطنية وتوطين العديد من الصناعات، كما يناقش المؤتمر كيفية زيادة حجم الصادرات المصرية. آمال عريضة يعقدها المراقبون والخبراء على ذلك المؤتمر لفتح آفاق واسعة أمام الاقتصاد الوطني وأن يسهم بصورة إيجابية في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية إلى مصر، كما أن توقيت انعقاد المؤتمر يعد مناسباً للغاية لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية. من مصر، طارق أحمد.